نكمل الواتش دوك تايمر. كنا واصلين في المثال الثاني. عند المثال الثاني راح استخدم الواتش دوك تايمر مع السليب مود. اوكي، طبعا هنا عندي دائرة نفس الدائرة اللي قبلها، بس ايش هنا ما راح نستخدم الليد الاخير اللي قلنا اذا علق المايكرو كنترولر او حصل اي مشكلة. اوكي، ما راح نستخدم. عندنا ثلاث ليدات. اول شيء عندنا الليد اللي في بي صفر راح يشتغل في بداية البرنامج، وعندنا نورمال 1 نورمال 2 نفس الليدات اللي قبلها. اوكي، طبعا راح يشتغلون على الدوام. هذا الليدين راح يشتغلون على الدوام، اما الليد ده في البداية بس. نيجي لهذا الكود، طبعا نفس الكود اللي قبله، نفس الكود اللي قبله. هنا عندنا الواتش دوك تايمر انيبل، فنحن قلنا ان اول شيء عندنا هذا بيشتغل. اوكي، يشتغل يشغل الليد في البدايه، بعدين يسوي كلير للتايمر. اوكي، بعدين بيبدأ من جديد لأن سوينا كلير، بيشغل بيسوي هذه التعليمة. بعد هذه التعليمة قلنا لأن هذه التعليمة راح تاخذ ثانيتين، 1000 ملي سكند زائد 1000 ملي سكند 2000 ملي سكند، يعني ثانيتين. فبنسوي كلير قبل ما يجي التايم اوت. اوكي، بعدها بيكمل هذه التعليمة. بعد هذه التعليمة قلنا بتاخذ ثانيتين، ايش بيسوي؟ خلاص كذا بينقض الزمن، ما سوينا كلير، ايش بيسوي؟ بيسوي ريسيت للمايكرو كنترولر. اوكي، فهذا المثال كيف انا اقدر استخدم، يعني الفكره من هذا المثال اني كيف اقدر استخدم الواتش دوك تايمر مع السليب مود. اوكي، يعني انا في حالات كثيره راح احتاج اني استخدم المايكرو كنترولر في السليب مود، اخليه في نمط توفير الطاقه في السليب مود. اوكي، لان في السليب مود راح يطفي كل شيء ويوفر طاقه، ما راح يستهلك طاقه. طبعا هذه اكثر شيء تستخدم في التطبيقات اللي بتعمل على البطاريه. اوكي، عشان توفر طاقه. فانا كيف اقدر استخدم، يعني كيف اقدر مثلا انفذ هذه التعليمه، اوكي، بعدين اخلي المايكرو كنترولر في نمط توفير الطاقه لمده مثلا ثانيتين. بعد الثانيتين يصحى ويكمل التعليمات، وبعدها يرجع ينام ثاني مرة. اوكي، فيعني كيف، يعني الفكرة باختصار كيف اقدر استخدم نمط توفير الطاقة. اوكي، في التطبيقات عندي. اوكي، طبعا في البداية خلنا نطفي الواتش دوك تايمر هنا، ديسيبل، نعطل الواتش دوك تايمر. اوكي، طبعا اذا عطلنا الواتش دوك تايمر ما راح يكون لهذه التعليمة اهمية. اوكي، فنيجي هنا نفترض ان عندنا هذه التعليمة. اوكي، تم تنفيذ هذه التعليمة، وبعدين انا خليت المايكرو كنترولر في السليب مود. اوكي، طبعا تعليمة سليب مود تعليمة اسمبلي، نحط ASM بعدين سليب، كذا راح يخلي المايكرو كنترولر في نمط توفير الطاقة. اوكي، فبينفذ هذه التعليمة، بعدين بينزل هنا بيدخل في السليب مود، ما راح يقدر يسوي هذه التعليمة. اوكي، فكده صحيح انه بيدخل في نمط توفير الطاقه، بس بيقعد نايم على الدوام الى الابد، ما راح يقدر يطلع. اوكي، نحن الفكره اللي بنخليه في السليب مود في نمط توفير الطاقه لفتره معينه، بعدين يرجع يكمل العمل، ما نبغاه يكون شغال على الدوام. اوكي، لتوفير الطاقه. اوكي، فخلينا اول شيء نجرب بدون الواتش دوك تايمر. اوكي، شغل في البداية، هذا يشتغل، هذا يشتغل، بعده بيدخل في السليب مود. تخيل ان هنا في امر السليب مود، كذا دخل في السليب مود الى الابد، ما راح يستيقظ، كذا ما كمل هذه التعليمة، ما شغل لي هذا الليد. اوكي، في هذه الحالة اذا المايكرو كنترولر دخل في السليب مود في نمط
توفير الطاقة مستحيل إنه يكون، يعني مستحيل إنه يستيقظ ويكمل التعليمات إلا في حالتين، إما عن طريق المقاطعات. طبعا المقاطعات كثيرة، من ضمنها الاكسترنال انتربت اللي تكلمنا عن المقاطعات الخارجية واستخدمنا طبعا فيها سليب مود، أو باستخدام التايمر، الواتش دوك تايمر. طبعا الواتش دوك تايمر يختلف عن التايمرات، عن التايمر 0 1 و 2 يختلف. الواتش دوك تايمر هو التايمر الوحيد اللي يقدر يصحي المايكرو كنترولر من نمط السليب مود. اوكي، فانا اقدر استخدم هذه الطريقه ان اخلي المايكرو كنترولر في نمط توفير الطاقه. اوكي، بعد ثانيتين مثلا يصحى، او بعد اي مده انا اقدر احددها يصحى ويكمل التعليم. اوكي، فمستحيل اني اقدر اسوي هذا الشيء بالتايمر 0 او التايمر 1 او التايمر 2، لان هذه التايمرات اللي هي التايمر 0 وال1 وال2 بمجرد ان المايكرو كنترولر يدخل في نمط توفير الطاقه اللي هو في السليب مود راح يطفي الاوسليتر اللي هو المذبذب اللي شغال في المايكرو كنترولر. وطبعا الاوسليتر هو اللي يوفر البيسك كلوك اللي هي النبضات الاساسيه لتشغيل المايكرو كنترولر. فاذا طفت هذه النبضات مستحيل راح يشتغل التايمر، لان التايمر يعتمد على وشو؟ على هذه النبضات، يعتمد على عد في هذه النبضات. اوكي، فمستحيل نستخدم التايمر، يعني نخلي المايكرو كنترولر في السليب مود بعدين بعد فتره نصحي، لان التايمر اصلا بيكون طافي. اوكي، فلكن الواتش دوك تايمر يقدر يتغلب على هذه المشكله. الواتش دوك تايمر عنده اوسيليتر خارجي، عنده مذبذب خاص به يشتغل حتى في السليب مود. اوكي، فنحن نجي نفعل اول شيء الواتش دوك تايمر هنا، نحط انيبل. اوكي، الان راح نشوف باستخدام الواتش دوك تايمر وش راح يصير. قلنا اول شيء بيشتغل هذا الليد، بيدخل في السليب مود، بعدين بعد التايم اوت راح يصحي الواتش دوك تايمر، طبعا يصحي المايكرو كنترولر يحطه في الاكتيف مود ثم يكمل التعليم بعد. اوكي، يعني كده انا اضمن ان المايكرو كنترولر يشتغل ويرتاح شوي ثم يستيقظ بعد فتره معينه ويكمل البروجرام. اوكي، عندي يشتغل ده، بيدخل في السليب مود هنا، ننتظر لين ما يقوم المايكرو كنترولر عن طريق الواتش دوك تايمر صحة يكمل التعليمة. طبعا هنا ليش سوى بسرعة ريسيت وجاه هنا؟ لأن حصل التايم اوت، كده حصل التايم اوت، سوى ريسيت. اوكي، فنحن كيف نضمن ان ما نخليه يسوي ريسيت؟ نجي هنا نحطه في السليب مود. طبعا اذا استخدمنا السليب مود راح نستغنى عن هذه التعليمه. ليه؟ لان احنا قلنا في السليب مود الواتش دوك تايمر راح يصير له كلير، راح يسوي كلير. يعني تخيل ان السليب مود عباره عن وشو؟ ان تخلي المايكرو كنترول في نمط توفير الطاقه، وفي نفس الوقت اذا تم تفعيل الواتش دوك تايمر راح يسوي كلير، فنحن نقدر نستغني عن هذه التعليمه. اوكي، فكده بكل بساطه نحطه في السليب مود، خلاص انت خلصت هذا الامر، خش في السليب مود، يدخل في السليب مود. اوكي، بعدين قلنا السليب مود ايضا بيسوي ريسيت، راح يسوي ريسيت، عشان كده راح يكمل، راح يستيقظ بعد انقضاء الزمن راح يكمل هنا. اوكي، وبعدها راح بعد ما يكمل هذا الامر ايضا راح يدخل في السليب مود، بعد يستيقظ وهكذا. اوكي، يدخل في السليب مود،
هكذا اوكي. كده انا خليت المايكرو كنترولر يكون في نمط توفير الطاقة لفترة معينة، وبعدين يستيقظ ويكمل التعليمات اوكي. طبعا هذا بالنسبة للمثال الثاني. طبعا نشرح الكود بشكل سريع. قلنا أول شيء عندنا المين فانكشن، احنا عندنا المين فانكشن الدالة الرئيسية. قلنا في البداية عندنا هنا تعريف، هذه الدالة التعريف، نهيئ فيها الواتش دوك تايمر. طبعا أول شيء في البداية هنا لا ننسى عندنا هنا اللد كخرج. طبعا هنا ما استخدمنا اللد رقم ثلاثة، عندنا ثلاث لدات بس من البي صفر الى البي واحد اللي هنا. قلنا من البي صفر وعندنا البي واحد والبي اثنين، من البي صفر الى البي اثنين، هذه كلها كخرج اوكي. بعدين عندنا قلنا بنخلي البري سكيلر للواتش دوك تايمر اوكي، عشان كذا كتبنا بهذا البت حطيناه بواحد. نحط هذه التعليمه بي اس اي، طبعا هذا البت هذا عبارة عن بت من المسجل اوبشن ريجستر، فنحط فيه واحد اوكي. وهنا عندنا نضبط البري سكيلر، حطينا كل واحدة ثلاث بتات، فكذا ايش بيخلي نسبة التقسيم 128. ونحن قلنا اذا كان 128 كم بيكون الزمن؟ طبعا هذا اقصى نسبة تقسيم اللي هو 128، فبيكون الزمن اعلى شيء اللي هو هنا عندنا قلنا بيكون اللي هو 2.3 ثانية اوكي. طبعا بعدها عندنا هذا الليد بيشتغل، قلنا في البداية بيشتغل لمدة 200 ملي ثانية، بعدين بيطفى وينتظر هنا 200 ملي ثانية. هذه كم اخذت؟ 400 ملي ثانية اوكي. فنحن بعد ايش نسوي؟ كلير اوكي، نسوي كلير عشان اول ما ندخل هنا في الانفينيت لوب ويكون الواتش دوك تايمر يبدأ من الصفر اوكي. هندخل هنا بيسوي هذه التعليمة لمدة ثانية، طبعا يشغل الليد لمدة ثانية، بعدها يطفي الليد وينتظر ثانية. فكذا قلنا هذه ثانيتين، هو الزمن كم قلنا؟ إلى 2.3، بعدها بيسوي ريسيت ما راح يكمل. فنحن هنا عندنا ثانيتين يعني عفوا ثانية يعني 2.3 بسرعة هنا قبل ما يوصل للمتبقي اللي بتكون فاصلة ثلاثة، يعني الوقت بسيط جدا. بيسوي سليب، يدخل في نمط توفير الطاقة. طبعا قلنا في السليب مود راح يحط المايكرو كنترولر في نمط توفير الطاقة، وأيضا راح يسوي كلير للواتش دوك تايمر، يعني ما راح نحتاج نستخدم هذه التعليمة أوكي. راح يسوي كلير وأيضا راح يخليه في نمط توفير الطاقة لمدة 2.3 ثانية. بعدها راح يستيقظ المايكرو كنترولر، طبعا قلنا راح يكمل في الانستركشن اللي بعد السليب. هو وقف من هنا، بعد اول ما يستيقظ يخلص الوقت يكمل من هنا التعليمة التالية. طبعا هنا ايضا بيسوي كلير ويدخل في نمط السليب مود، بيبدأ يكمل وهكذا اوكي.